متتبعي السفير 24، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جينا عند أم ريحانة، وشكرا لهاد الناس هادو اللي جاو تعالجوا عند أم ريحانة وعطاونا الدور ديالهم باش حنا نتصوروا مع أم ريحانة. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بكم عندنا في الزاوية وفي قناة أم ريحانة وفي الزاوية ديال أم ريحانة. كترحب بكم داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، وكنتمنى إن شاء الله العلاج ديالي أو الميساج أو الرسالة بالعبرة اللي كنبغى نوصل للمتتبعين لف عبر السوشيال ميديا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للناس اللي كياخذوا من عندي عبرة غير في التليفون. مرحبا بكم عندي وشكرا لكم على الاستضافة. مرحبا أم ريحانة، شنو هو السبب زعما اللي الناس مرض وبغيناك تقربي للمشاهدين؟ اشنو هو العلاج ديال هاد الناس؟ العلاج كل واحد والنوع السحر اللي تيكون عنده. ما يمكنش حنا غنخصوا كل شيء للسحر، كاين اللي كيكون عنده المس، كاين اللي كيكون عنده الجن العاشق، كاين اللي كيكون عنده السحر اسود. يعني ما كاينش حنا كل شيء غنعطيو غير للسحر الاسود او كل شيء. كاين اللي كتكون عنده غير العين كتولي عنده بحال المس بحال العريض، يعني ما كيبقاش ينعس بالليل، كيطير عليه النعاس، كتحبس عليه الشهيه، كتخربق ليه الامور ديالو، المشاكل ديالو المشاريع ديالو كلها كتوقف، كيتوقف على العمل، كيتوقف على الحياه ديالو الطبيعيه مع العائله ديالو. ملي كيتواصل معنا كنعطيوه بعض العلاجات وكيتبع معنا بعض المراحل، الحمد لله كل شيء يكون بخير وعلى خير. نقربوا المشاهدين، اشنو هما بعض العلاجات بحال اش؟ شوف، ما عمرني ما غنقدر نعطي بعض التوضيحات وغنقدر نفسر كل شيء غير في التليفون، حيت راه حنا دابا كتسولونا غير على شويه من بزاف ديال المشاكل وبزاف ديال المسائل. حنا كنحاولوا نعالجوا كل مريض على حسب المرض اللي كيعاني به او الحالات اللي كاين اللي كيكون عندهم نفس السحر، وكل واحد عنده المعاناه ديالو في شكل. بشكل يعني اشنو اخيب مرض بالنسبه لهاد الناس اللي تيجيو عندكم؟ بالنسبه يعني الحالات المستعصيه اللي حاليا كتجي عندنا هي من طرف السحر الاسود اللي كيكون ماكول. كنلقاو الناس عندهم ما كيبقاوش ينعسوا، ما تيبقاوش مرتاحين، ما تيبقاوش بغاو يمشيو للخدمه، كل عندهم مشاكل. كينوض لك مشكل من ابسط الاشياء، وكينوض لك يعني من لا شيء كيتكون لك مشكل كبير. بالنسبه لهاد الناس كيحتاجوا معنا 7 ديال الحصات، وكل حصه مخالفه على الحصه الاولى حتى كنعرفوا غير النوع اللي غنبداو نتبعوا عليه. وما كتكونش المرحله طويله على حسب تلبيه طلبه ديال الناس اللي كيمشيو عندهم والطلبه اللي كيمشيو عندهم، دوك الرقات اللي كيمشيو عندهم كل واحد واشنو كيقول لهم كل واحد وكيفاش كيعطيهم نوعيه العلاج. كل واحد راه كاين خلاف كبير في هذا الدومين، راه ماشي كل شيء بحال بحال. كل شيء غنسميوه شعواده، او كل شيء غنسميوه خدمة، أو كل شيء غنسميوه السحر. راه كاينين الناس اللي مراد وكيبغيو يتعالجوا، وكنتعاملوا معاهم لا داخل أرض الوطن ولا خارج أرض الوطن. أم ريحانة كتستقبل من جميع، لا من نساء ولا من رجال، كبار صغار. كاين بزاف ديال الناس وناس معروفين على رؤوس الأصابع كيتعرضوا للسحر، لا من الصورة، لمن السحر مرشوش، لمن الناس لقاو السحر في السيارات ديالهم وجابوه لنا ولقيناه من اقرب الناس لهم ومن العائله ديالهم. من العائله ديالهم. واش نقولوا ام ريحانه تتعالج بالرقيه؟ هي الرقيه حق مشروع لكل واحد مسلم فينا. حنا الحمد لله دوله مؤمنه ودوله دوله الاسلام، ومن حق كل واحد فينا يدير الرقيه. ميمكنش جميع انواع السحر غنفكوها بالرقيه، مع العلم ان وألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني القران مشروع لكل واحد فينا، من حقه يسمعه في اي وقت. ما عندوش حتى نكون انا مريض عاد نسمع القران، او من الجمعه للجمعه عاد غندير القران. يعني هذه القضيه انا كتجيني معادي انسان يدير الرقيه في اي ساعه في اي لحظه وفي اي دقيقه. غير بالنسبه للسحر راه عنده طقوس باش دار، وديك الطقوس اللي كيدار بها هي اللي كيتحيد بها. ما يمكنش انا غيجي عندي انسان مريض وغنكتفي بحاجه وحده، راه عندنا عده وصفات اللي كنديروهم باش يلاه نجيو في الوصفه اللي عنده هو، نقدروا نعاونوه ونساعدوه باش يرجع لحالته الطبيعيه.